عندما تريد أن تصل إلى نقطة بعيدة. لا تستصعب المسافة، ولكن ابدأ بأول خطوة تقربك منها. جميع من نجحوا في الحياة هم أناس عاديون في كل شيء إلا في طموحهم، فهم أرادوا المجد فوصلوا. كن ساعيا إلى أن تنجح وأن ينجح معك الآخرون، ولكن احذر من أن تنجح فوق أكتاف الآخرين. هل تعلم ماذا قالوا عن الفاشلين؟ هم أناس لم يدركوا مدى قربهم من النجاح عندما استسلموا. هل تعلم أيضا ماذا قالوا عن الفاشلين؟ هم أناس خسروا أول جولة من 3 جولات إلى طريق النجاح، فاستصعبوا الجولتين. الناجح إذا فشل مرة ابتسم وقال هذه الأولى، ولكن في الثانية سأنجح بإذن الله. الناجح هو من يحول فشله الذريع إلى نجاح مبهر ورائع. هل تعلم ما هي معادلة النجاح؟ هي قرار، ثم رؤية واضحة، ثم توكل، ثم عمل، ثم صبر، ثم نجاح مبهر. ابدأ بأول خطوة إلى طريق النجاح. حكاية في خيال كثير، إذا شفنا نجاح كبير نقول الحظ ساعدهم ونتغاضى عن التفكير. هل الفرصة تجيب الحظ أو إنها بس تجي للباع؟ ترى التوفيق لها سبب، تحرك لا ودق الباب تشوف بعينك التغيير. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. درب النجاح مكشوف، تبدأ تتعثر تتعلم وتعيش الاستمرار. المسألة إصرار، شوقك لأهدافك نار، تخيلها كل لحظة وكل اللي في بالك صار. اتذكر انك أكبر من أعذارك والتبرير، أكبر حتى لو قالوا انك على هالحلم صغير. خل ردك يشرح حالك، خلنا نشوفه بفعالك، بحلم على قد عقلي أنا عقل كبير. يلا قوم كفاية نوم، يلا